بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان واكيب قول صدن يسقالات يكمدا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وعين قسوة جري باب كي قصاب سنة صلاة الشنطة واختيا الشوضة واختي والبحل وقالوا يحل قرد ماذا يشيخ سوودي رحمة الله تعالى عليه. حديث مركا كوكوبان أو إسكا تأصيل كسابسان أيو صومر إمامكو عاوح بلابي إن شاء الله تعالى إنو تفصيليو أو قادي شانت الصلاة دوت بلو يرمات حلو والبا صلاة والبا وقتك يقشو وي بلابتو يا صلاة والبا حلقة أي رماتو. وحنكو بلابي حديث كي عبد الله بن عمرو العاص قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو غسان المسمعي. سؤال كان من كتب مالك بن عبد الواحد بمقعس الليلة هذا، ومحمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، حدثني أبي أبيهن وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة ابن دعامة السدوسي. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي حديثك وحاكو راعي دون شعبه وشيخ دون إمامكم، وحاق لكم راعي دون همام من يحيى العوذ البصري وأسنو شيخ دونه، وحاق لكم راعي دون حجاج من الحجاج الأسلم الباهلي وأسنو كين دونه. حديث كان مركز دقيقة مسلم يفنق براعة أولى هي ياكم وقنيس قلبت مركز في فرنة يي والليا بيقابكم إمامكم حديثك اسكت بروق ديسة وأنا كنت بوضعي تضم تقنع والله يا أبي إذا كنت وإليه قيسان إن شاء الله تعالى تقضى يقونت وفنك إمامك أولى هاي يقول لها حمانا يكو حد قد بي مركض أرقته واتكحن مصنع إساء. هذا حكوب الله بحديث كشعب والعقي هاي إنه يهي من أقوى الناس وأحفظهم عن قتادة أي دمري مسلم رواية شعبة عن قتادة ودن بيسي حسوهر مري حديث هشام ابن أبي عبد الله الدستوي عن قتادة وعوري ابن العرب الطائي الحاتمي الملحد ويفهم هذا السر من هو ذائقه، يعني سرته وحفهمها يبو نيك وحرق منها يبو. لكن فنك نيك يقانا وهو شو نجري مقبل من هذا الوادع رحمة الله تعالى عليه، إذا فتحت مسلما وقرأت حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك راحت عنه هموم الدنيا كلها، يعني هذوقي مكهولة هين إن كان ذهب قون سالد الجيلة يدق فريد يذهب واسكو ومت مطعم زماه لكان أسانيدي رجاش أن فهم إن يا عمد وجود يكب حيان يدلك أسوة مرين شعبية قتادية همام أكتيسة هشام وأسكو مت وذاتك يوم كلوي شارق سكو أغري جري صحيح مسلم حريق حتيق وتقرنيسا نمانك عربيات بان صوت ترين النبي يوسوها هذا قرب يدك الشكي نمانك عربيات بان صوت ترين نبي يتاك نادا الكاسي يباشو نقريسا. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي والطبقة الأولى من أصحاب قتادة، الطبقة الأولى من أصحاب قتادة عند المحدثين واصدح نين وسعيد بن أبي عروبة هشام بن عبد الله الدستوائي وشعبوي صدح ذا وذات أيها الحليلة والحفاظ من أصحاب قتادة وأنا الطبقة الأولى. أيوه هذيس قبطان لا ترجح رواية أحدهم على الآخر بل يتوقف حديثك ولا جوكسا هذو شعوبة ما يلقرفته هشامنا ما يلقرفته سعيدنا ما يلقرفته الراجح عند المحدثين الكبار النقاد وحوي يتوقف إلى الله لهم يتكود أحد متابعيه ومن الطبقة الثانية هذي لكن صدحوا من ما يلقرفته حديث كاسي ولا استغل لأن الترجيح أحد مع الآخر ومسألة فيها نظر
أيقوا بذيهن أثبتوا أصحاب قتادة إنه هاي سعيد سعيد نبي عروبة يقول له بذين هاي هذان هذا إسخلافان المحفوظ عن كبار النقاد وعدم الترجيح والتوقف إن لقيت جوكسود نقل أمريكا سعيد نبي عروبة حديث كان وريا عن قتادة كوريا فأوقفه موقوفه كده مسلم وكتقي رياض الوقف هنا ضعيفة بعضات المبشرين بايضوا ياسوسوا على الرجي صدح لها هشام الدستواي شعبة يسعيد بحديث كوري ومن الطبقة الأولى عن قتادة نكل اللي رواية السعيد وموقوفة إذا واكتقي عوقتقي لبنان الطبقة الأولى هي جميع الطبقة الثانية وخلاف سعيد جميع الطبقة الثانية وهمام يحيى كمدي هاي حجاج كمدي هاي حديث كوير رفعيين عن قتادة كرفعيين هما هشام من الطبقة الأولى أنا والرفعيين شعبنا والله اسكو خلافي جماعة من أصحابه عن شعبة عن قتادة رفعوه حديث كوير رفعيين نمنا ويوقفيين هو شمرك أن كتب وحاوي رواية شعبة أي مسلم دم مريي وحنهر مريي رواية هشام لماذا ويفهم هذا سر من هو ذائقه وحوي لأن الأصحاب لأن الرواة اختلفوا على شعبة في رفع الحديث ووقف بيسكو خلاف ولم يختلف الرواة على هشام إذن رواية هشام مضن هي إلا هرمريو شوف هذه الدقة شعب أون اللورد يقول شيرين مركل الربا تحديد كأيو سماع حديد كي هولها إن قتاد الله هو بصدر دب مري لماذا محل كان ما كان مري حديث قتاد هنا عن أبي أيوب عن عبد الله بن عم نعاص اختلف عليه أصحابه وأصحاب شعبة اسكم من رافع بعضهم رفعوه عن شعبة وبعضهم أوقفوه إذن يا مضن هشام يا شعب هذين الهرمري أيوة من الطبقة الأولى ننك الله يسكو خلاف الدب وقاي ننك الله يسكو خلافنا هرم مدي مري وافا أنت وحن أوجد ويفهم هذا السر من هو ذائقه أو شا سيدا وقاد صدح ذاسا أصحاب قتادة من الطبقة الأولى شعبة هشام إيو سعيد نبي عروبة معركة لا كجر مهم جدا جمهور المحدثين الكبار كأحمد يا صاحب بدي والدارمي عثمان بن سعيد الدارمي وحي قبان رواية هشام ومقدمة على رواية شعبة في قتادة جمهور النقاد أبو بكر البرديجي كلي باقبة رواية شعبة ومقدمة على رواية الدستوائي في قتادة إذن لبن معنا ماشي كجرتا الجمهور حيقبان أن هشام أقوى من شعبة في قتادة ورأي الجمهور واعتباره مسلم مر لبات الرواة اختلفوا على شعبة ولم يختلفوا على هشام وأنا ملحظ كان ترجيح عند حتى عند الفقهاء لبضع معه فيرنا يا مسلم فقدم رواية هشام بمري هرمري على رواية شعبة مركا يقدر قيسة وركا سوف فهمه صدح هذا الفهانتين الطبقة الثانية يا وأن منك الشيوخ ذو اللوية قانو الشيوخ من أصحاب قتادة وحماد بن سلمة همام بن يحيى العوضي أوزاعي معمر أعمش أبي عوانة يزيد عفوا أبان يزيد العطار البصري رقاصة وحلوية قانا الشيوخ من أصحاب قتادة سومانا شيخ وايدين شيخ مركا مركا باش الدرينا يا قبطه يوع العين وركا صقا اديك لو ورس مره هيا ما يفانتين حماد بن سلمة همام بن يحيى العوض البصري معمر بن راشد اوزاعي ابي عوانه اعمش سليم بن مهران
جرير بن حازم كدرس جرير بن حازم وذاتك اللي إلى هذا إيسو قبو سليمان وطرخان التيمي رقع طبنك كدو وحلو يقنا وأشيوخ من أصحاب قتادة ما حيكو ترى أن من كاس كل قد إسراعان هل إنه صدح ذوي كحوك بدنيه هذا يو إسراعان وقتادة قابو حوك وريان هشام نكلي ميل كله فتوي كحوك بنانية هذول شعب كلي ميل مرنا ويكحوك بنانية رواية الجماعة هذه سعيدنا بعروبة كلي ميل مرنا ويكحوك بنانية هذا يصدح ذن وذاد الطبقة الأولى إس خلافان نينك يراعان أيوه يا قرله ما يفهمت شعب ميل كله فتوي هشامنا ميل بكله فتوي ورسالنا هنا بالليلي حماد بن سلمة همام باوحي راعين هشام إذا هو أسكر دماتي ترجيح بكوفة إيدينا يعني. إن رقا وين لك لقبته معلمين تاين لك لقبته كوفة إيدينا يعني. ورأي جمهور المحدثين الكبار أسوه أبو بكر برديجي وحولي هاي كل قوة اللي أسكر دراي هل إنه كميد هاتي خلافان ورفض باطل وين كل قوة الطبقة الثانية الشيوخ هذين ميل مران شعبة كلجينا ميل مرة أما الدستوائي كلجين ميل مرة أما ابن أبي عروبة سعيد ميل مرة في رواية سعيد أو شعبة أو الدستوائي هي المحفوظة ورواية الجماعة من شيوخنا ومنكرة باطلة زو برديج حو ويرق لفسين هاي أراك القلوب ليه ويرق في نقد الحديث أقص عضو حديث كان طرق اسمكم مسلم شمعيو استورد قرن مايو وحقوق ختيم دون أثر تصهي وأما بنعمة ربك فحديث حديث كان سؤوري إنام بخاري أورين والنسائي أورين وأبو داود أورين والترمذي أكرواي والنسائي كرواي بكوشي قدونا ابن ماجة كل وضبة أثر حقوق ختيم دون حديث مكو طرق سيدنا مايو يحمل كثير الطائي لا يستطاع العلم براحة الجسم حلي حديث كان استبرد كان توسيي دليل كم كيانين معنكو كياني هبين سوچيت فكر مراجعين حفظ وقت الغب هي سفر دير رحلو يحلو نمو يعني قشي بلاش لكم كيانين إلهي بكو حمد دون مركة ملح دقيقة حديث كان مركة دقيسة طرق ديسة هذا فاهم دونه حديث حديث سهل نقصنا هاي حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ومحمد المثنى قال أحدنا معاذ وهو من هشام معاذ بن أبي هشام الدستوي حدثني أبي وهشام بن عبد الله الدستوي عن قتادة بن دعامة السدوس البصري عن أبي أيوب الأزدي واسمه يحيى بن مالك عيسى يحيى بن مالك بالله إلى هذا عن عبد الله بن عم نعاص أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله وحجدي إذا صليتم الفجر صلاة الصبح ذات كتان فإنه وقت ووقت بمعنى صلاة أدل تكد فجر كاداتك توام إذا صليتم عند طلوع الفجر بكو قدرا إلا وين قال إذا صليتم الفجر في أول طلوعه صادق رحل أصوب عفوا أوقت أدل العذاب هداتك تان فإنه وقت حلقاتك تان ووقت صلاة أدل تكد إلى أن يطلع إلى أسبوده قرن الشمس قرحة جيس كذا قرنه الأول هو الرئي الأول وحاطس فين سقرنه الله الشمس قرحة ذو ما كي بالك كوبة صبح يسو وقت وابحي ما كل جدنا يسبوده الأول محيكون فايدين قرحة ذو هذا جيس بالله صبح ذو هي وقت واتجي جيس بعد الله صبح وقت واتجي إذن محال لقولي هذا الصلاة سبحان الله الشيغي أول وقتها هي آخر وقتها وقت أهري وطلوع الفجر الثاني الصادق ماشي أقول بيسي صلاة الصبح وقتها كل ما دنا وين يقول رحضه بالك صبح سجيس كلا صبح ذو أوقات أسمرك وقت الفضيلة هي وقت الاختيار هي وقت الكراهة مع الجواز أيا إيمان دون إن شاء الله تعالى ثم إذا صليتم الظهر
نبي وحورا دورك تكتان وقول ما تكون إيسا وحلق هذا قرح أي وعات رواية كذا ما إيمان دون عدين دوني فإنه وقت حلق سوى حل لتكذا الصلاة دي إلى أن يحضر العصر إلى عصر وقاله دورك وقتك سوحو بالله ونيا قرح دمرك وعاتي برتمها كوعاتي قلبيت آدو إلى لقى قاعد أيو عصرك وقتك فإذا صليتم العصر عصرك أداد مسلمين تكتان فإنه وقت حل قاعد أول وقت تكتين لقب الله ووقت صلاة أدلو تكدو إلى أن تصفر الشمس إلى أن تصفر إلى أي عوير نقطة أما أي قدودته أما أي تشالو دبور بور نقطة الشمس قرحبه قرحبه أنت وراء النوش يحوك بدنت ويعضهي مركة دواتي دعتان كل دواته نور كذا ضعيفة أيضا ضم بعد توردكتا ويتردكتا كدمنا وحقودا بين نقطة عوير قلبت وقرنيزا فإن وقت إلى أن تصفر الشمس إلى قرحضه أي كجدود أما كعسات أما بوربورة كنقطة أما شالا كنقطة ضعيفته وأنا وقتي اختيارك هوي كيه رأي باللوغة أنا وقت الفضيلة الليلة هذا أما وقت الضرورة والعذر إلى كدع يسوي رواية كان أكو إيمان دونتا فإذا صليتم المغرب مسلمين هذا المغرب تكتان فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإنه وقت ويحل لك أدب اللودين صلاة المغرب تكت كذا صلاة دي أدلو تكدو ويسن قضاءهين إلى أن يسقط إلى أكرعه وكبابه الشفق مذبك عويرت قدودا شفق وعويرت قرح هذا المغرب يدعى سميدا المغرب آقي ورنم بقدود يعصام بنقونية قدود كاسا بابي وحاكو حيقايا عدين واتقارن عدين كان مركو بابي وحاكو حيقايا مقدي يمدو صدح رئيس دبيا اللو فإنه وقت إلى أن يسقط إلى وكرع هايو وكبابايا الشفق عويرت قدودا أما عص رواية عند ابن خزيمة وحاكو يمد إلى أن يذهب عفوا إلى أن تذهب حمرة الشفق إلى أن تذهب حمرة الشفق عويرت قدودا أما قدود كذي إلى رماضه رواية مركو حقوق ولا يرضو رأو حالة فردي محمد بن يزيد الواسطي عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عم نعاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن معناها سحو معناها سوى صح حديث كان ما داموا ففاهين أيو شنتي الصلاة واختياشه دي قرآن كان يجيبه أقول نقول كتاب الله سبحانه وتعالى شنت وقتي شنت الصلاة أو قاد اللي يحلق اللي قبح يحلق اللي تكنيو أو فهفهسنكم مأمنين لكن وحاكو يمد تلمامي إشارات يفرق في قد قرآن كو أدول مري سيقود شنت الصلاة وقتي اللي تكنيو مدول بوقتي جيدا قرآن كو أدول مري سيدو دوبا نبي عليه الصلاة والسلام فافاهي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا شنت واختبا إلى كت المام شنت الصلاة يا أوقات ضبت سجد الله المري أقم الصلاة صلاة أقبى النبي محمد لدلوك الشمس أي لميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب ظهر عصر بسوق لي مطايم زماها أقم الصلاة لدلوك الشمس الدلوك وهو الزوال لدلوك الشمس لابد الصلاة وحكو جرة ظهر عصر بإلهي تلمامي سجود إلى غسق الليل هبينك مقدقي سلقا قاري ظلمديسة مغربي عشا كجرة محال الشيقي أفر صلاة محال نور من صلاة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا شنت الصلاة كوبا أما ضدوبا أما يوبا بالله الشيقي آياتها القرآن كي معناها تلمي ويبدأ القرآن كتف بكي
وحكمت آيات هيد سورة هود تاسي وسورة إسراء سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل شنتب وشقيه شنتب وشق أقم الصلاة نبي الله صلاة توسي وتكال ليلي طرفي النهار مالك الذي سجيس طرف كوبا صلاة صبح بقليسة مالك في دي سكوبا يحد كي سكوبا بحق لي صلاة فجر باقى شيء طرف كالضنبنا محق لي ظهري عصر باقى لي طرف كالضنبي ونس ضنبا وحق لي ظهر يا عصر نسرنا وحق لي طرفي النهار صلاة فجر صبح باقى شيء صدح صلاة باشيقا وزلفا من الليل الزلف عند العرب وأول ساعات الليل ساعاتها أهر ريها بين كعشية مغرب وهي محاد من وداد الله وزلفا من الليل ومغرب هي عشاء طرفي الطرف الأول هو صلاة الصبح أو الفجر الطرف الثاني وظهر عصر سورة آيات إيسو قبو سورة طه معايا هاي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى نفس الشيء بحمد ربك قبل طلوع الشمس وصلاة انت سقرح صبح صلاة الفجر وقبل غروبها انت سندعنا انت سندعن دور يا عصر ومن آناء الليل ساعدها بين كان إلهي ينزه حس ومغربيه مغرب يعيش فصبح وأطراف النهارنا أطراف النهار مر لبض وحكون غنية ظهر يا عصر يا فجر فجر لبا قربو شيخ محلو شيخ صلى الله عليه وسلم مركو ربا سورة إسراء قولي بأوسة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لبا قربو شيخ قرآن كم مركا أيضها النوع عاصة سورة الروم بكجران ميلا بدا بيتفكي سورة القاف رمات كذي كجران سورة محيا هي طور أيضا يكون شيخ نعم بان فليا وأدبار السجود وإدبار النجوم ويكون شيخ وقت مركا ضدوبا قرآن كو وسو كوبي ايا نبي فافاهنا يا معلم لو سو ديب قرانك حديثك او فافاسنا وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص يا حديث جبريل ومن حديث جابر بن عباس يا غير كودن كو من صحيحانك وسنن قد كو مرتين ولبا كا سنن كنا كعد ولذلك مسلم وماشى حقوق جمتورة كو سمين دورا انت كغتو ان شاء الله فانه وقت الى يسقط الشفق ننكي مرك الربائين وصنة إيا كتابك كالقادو وانين ربائل يدير كدنو قاربو توري قل كيد وانا صورة قل ما فإذا صليتم العشاء عشاء تكتان فإنه حلق أهرس عشاء تكتين وقت وقت وإيا وصلاة وقت إذا أدى لو تنكر إلى نصف الليل لقد قاري هبينك كالبركيس نصف الليل إلى هبينك كالبرمي ووقت الفضيلة وقت الاختيار لح صعب هذه لا قاله وقت الاختيار هي وقت الفضيلة واتق إلى وكبر هي وصلاة الصبح لقى قاله هي ذكر الله تعالى قاله والروح يرد الله تقتي أما وقت أما حل جاب طاهر نقضي أما كان قاري أما إسلامي أما الظروف كلا أي كنتي أما وقت الفضيلة والاختيار إلى نصف الليل الأول انت وحكمت امامك روايتي حديث هشام حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عم نعاص واوكب الله ببابك يكون حجنا يا صاحبك شعبة صوبك كان انه دبو دغنا وايدين تلما كن نقن مايو حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي
أبينا دوا معاذ بن معاذ العنبري هل كان مركا وحاكتشبها يا أبو بكر البزار في مسنده وحوي لحديث كان إلا الرفعي من طريق شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عم نعاس وحلقون النقضين محمد بن يزيد الواسطي عن شعبة غير كينا مرة فعنين حفظك يسبو كهالله شعبة أسوق الله الرفعين يا حديث كلا رفعينها يو ورفعين يو نيمان كأهين محمد بن يزيد وحكوتها الله في صحيح مسلم وحوري حديثك من طريق شعبة هدوية هاي وحار رفعيه كلية محمد بن يزيد الواسطي عن شعبة خطأ مع زاولة الإمام حفظك يسبو كهالله صحيح مسلم نحط على الرواية أنا هين من طريق محمد يزيد أنا هين من طريق معاذ العنبري أو مرفوعة برك حلي قاس وعصر الرواية نول حفظك يسو كهالله وحنا كقرية مسلم يبزرنا وعقران واتسقط نبقه ودكتين أو شايدة كسي مشغول منه حدثنا أبي ود معاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبته عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي أيوب الأزدي واسمه يحيى بن مالك الأزدي رواية شعبته وحكوا عضي زي أبي أيوب مقعيس ويقال وحاكر الله يده هذا المراغي ماشي الأزدي اللي يده هذا يحيى بن مالك المراغي والله يده هذا محايا والمراغ مراغنا وحي تشربوي يتشس ميل أزدي كاميدا مرنا قبيلة وين أزدي واللوتري وذاتك مرنا الراس كسوكا وكدا شيء يشرب كهوسا اللوتري والمراغ اللي يدات دبا مالا عن عبد الله بن عم عاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي يقول وقت الظهر ظهرك وقت يوزو وحاوي حق ضماتك ما لم يحضر العصر امسن عصر قلين حين الدليلوت هاي صلاه والبصلاه ذكر واكسو عن تهاي وقت قد اسمه قلان قلان هل سؤال بدي ويدين كرتا هل سؤال بدي ويدين كرتا وحوران كرتا قرآنكو انت بدن مركو تلمام ايو صلاة لها الشنطة أصدح ميلود بسكو جاية أطراف النهار ايو زلفة من الليل أما أنا الليل ايو حسكو جاية قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صدح بوكو أروريا صدح ميرود نسك الدنب الله ودعه نسك الرسالة دعه يهبين انت سقران كل العليا حكمته محيطها حكمته وحيطها صبنا عليه الصلاة والسلام صلاة إلا جمعين كرو للسفر وللمطر وللحاجة والمرض بان قاردونا إن شاء الله تعالى حل قام مرك أهل الأعذار ضدك عذر دارك لأما السفر أما الروب أما حاجة أي قبصتي وقت وضحون نقون دونا صدح لك لي ظهري عصر هالوقت بيدعي دونا مغربي عشان هالوقت بيدعي دونا صلاة الفجر نقوني بيقوتها قنتاي أو قادم حين قطي صدح حتى جمع النبي قتشيدي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل وحكو شيئا أسأل كيسو في كتاب الله تفصيل كان النبي يقول لي إذا شنت وقتان وحلفت كيسو شيئا هاي في كتاب الله تفصيل كان جملة دي سوى شيئا انتهي جمعنا جملة دي سوى شيئا انتهي قرآن قابك حق أروري قاب أتفهم كرتاظه ما إلهي سبحانه وتعالى محورق ولقد جئناهم بكتاب فصله على علم اسكرها وش ما هو كلام ربك وين وانا وحي صبرون وحي قام بقوف السرية يحل لقيا بعض الضعفاء ان يقرون وايا نعمة الرباني قال إله النسيي يرد حلك وح الدون كهاي سؤو سنشرين يقالوا يقال الرعين ربائنا ان لقى اللبان او ان قصان او ان لافيان وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك وفي قراءة خلفك إلا قليلا
إذن وحيك يسونا دينا يدحل كينا كو أتكادا برطا أمدنا قرسي دون ذا أدونك ما أنتو حاربان قالوا ربطا وحيك الدجيين يطبقان أو رئيس عصير إلى لوس أنجلس أي قرسي كرو قاسي في دانا يروفرس وحيكو قرتي وشيادين أقرين وأولاد الزنا أقرين قرعية أقرين هذا يوحي نف يمال بأخرى يأدون كلنا يكون طبقان كيد ديدنا كيد ديدنا بنقاني باتقان ومرك أجرتها هذه قالي لا أرك ما يدب دمبا كلام رب العالمين والنبي قيدين فسري بعض حلوه يستان منو أقريدين مساد كنا طافسا مساد كانوا طافوا وسوق وكشق قالوا والدكامة وكتليه والرمي وحكومة ما أقلدي كويدون كأضل شيء وما إسلام أول قشيء ومحمد عبد إيهبل كإسماعيل لا يدا هذا يوحي لي كتاب القرآن كبل الله كسيو سنة كبل الله كسيو ما ربنا دون من ما ربنا قانون كي أي أولاد الزنا دشيان برهن الغضب بقى الصومالي وكتليه وهذا نعم عذرة ساسا مسلمين كنا هاي عرقت أنا ذا كبحة قال باتاي مرضى شرعاء دفرت مئه أضاء قال الغازي باشو مريسا قيمها هذا يستطيع وحي إلهي كسيادة قرنين بلاش بلقاقا قادا هو صمار بقحيها يدهب كالرادي رميقا انت إذا لحف عنه دائما ما كريستالا أسوه لار أياك وحري في عديب ما يكن محمد جايز كتور مو كتور يلا قادر يا سامبوت قادر نما صاحبنا يقول هذا شو هذا توبي هذا بروح على قصة فكتور تجي على أبو سهيل كي يمركو سوق علي يلي وحوا عرو اسكدي أوتوري ولا أورسوي وانين سوينك وحكو سويني وانين كلو سوالي مالك الرسول يبصدي أقول دم كويت بود دقيبة كيف تك كويت هذا مثال بنو كذا لا إنه مشو دقيبة مشي قي إذا نعمة أيونا قال هاي ستان صومالي مسلمين أجادة طيب ويفهم هذا سر من وذائقه لكن ما قرن إنسان قال لك أجي قالوا الدين تين يا شريعة دين سيقول لما يسترنتها يقيمه ذوي أجين صادرت بأولاد الله قال لهم إياه ابن عباس قال له يقول لي إذا كان مسلمين تا صلاة بتكتان وتسهودان أنا وهذا يهودي النصارى أنا وأنت كنا من سهونا يعني ما سهونا أنا وحيل ابن عباس حكمة يزوف في فقه يزور وحيل الشيطان قدرت كنور بو الله قال لهم سهوي كوكينا وقصا يدك وحات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون محيدك سوين برجالة بتيدي بختبا وضاني هوش أنا وضان وكم مرقان تنور ربابة محيدين سوين ضدك النول إلهي عابد أي توحيد كل اللي يمد الرب كحرا أي ربا وحق قص وكلبه روح عند مال دقة تميات مشغولي وآهر قار ما مال الزاد تبي يدك ضدك محيون كنول يا هاي أيكم مشغولي ونفس الشيء قالوا أكتر مرك النعمة دي إني واحد يستان ويجين لكن إذا كان أجين وقت الظهر ما لم يحضر العصر نص عصر قليل بدور تاجين هاي وقت العصرنا ما لم تصفر الشمس أنت نقرأه عوار نقول نقولن عسانين بتاجين هاي وقت المغربي وقت المغربنا ما لم يسقط أنت صندعين ثور الشفق عوارته إسباهن تدي بلار كيدا الثور ومن ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع شو يقول مركو بقي هذا وقت كعده يا ثور كلا يدا هذا طيب مركو محل قربا وراح مركو يساود عوارك تيونو عوار بس بلار نيس هلك إلى هلك جيس الكلام مر والبو آسك سيم ذو بدن عوارتي ويسوء روري سيسع التوحير عبا كسور وين الدمام مركو تم نبي مركو محوك يجري ما لم يسقط ثور الشفق أي ثوران الحمرة الشفق هنا الحمرة كسوقات الوعيد هو رأي لا يرد رأي الوقوف السيرو
ثور كنا وانتشار ثوران باهدة أي باهدي عورت أقول أنت سمع نوي أنت سمع نوي الشفق ورب النفقيات قصوا مري وذادنا حكوفة البياض عدين كيكوفة سران نمن الجدود كي عصان كيكوفة سران نمن كعدين كيكوفة سري وقت المهر قاد بقول درانية قرحة المركة يدعضه وعيد عورت قدنا رماته وتعطنا لقالوا انت ولي وحكوتا كان مغرب عورت عظمك رماته إليسك قرحة اللواي ومقدر لقالوا يعدمان يا مغرب بين قنيس هادات شفق كنفسرت قدود يا عسانا وقت المغرب ويرانية رواية المركة للدوري من طريق محمد ويزيد الواسد عن شعبة آيد وحبان بكتر يساو حتى تفرد بها الوشيغة وتفسير وانفع أيوه ووقت العشاء عشاء وقت يوسونا وحتاقنانا إياه إلى نصف الليل هبين كالبركي ووقت الفجرنا وحتاقنانا إياه ما لم تطلع الشمس إلى أقل رحضو أي كالصواب بحيس انت الصواب بحين بجوغة إياه رواية أزمرك والرواية دي شعب من طريق معاذ معاذ العنبري رواية شعبة وحكو علين دون وداتكو إيه لسو خلاف الرفع يا وقف وتكين تيئة مسلمين ودب مريو رواية شعبة طيب حدثنا الزهير ابن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا أبو عامر العقد واسمه عبد الملك بن عمرو حا قال مسلم حلو وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يحيى بن يحيى ابن أبي بكير القيسي كلاهما يحيى إيوه أبو عامر العقدي عن شعبة شعبة كوري حديثك بهذا الإسناد سند ثم رسم عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عم نعاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثهما لبدا وذات يحيي إيو العقد حديث كذا وحاكو جرى قال شعبة وحويري رفعه قتادة حديثك الرفعية والنبي قارسية مرة مر وأنا مر كوري معاذ العنبري عن شعبة ولم يرفعه مرتين لبقورنا موسى رفعن إذن اختلاف الرواة في رفع الحديث ووقفه وحيكو عضيسي إنه يكتمد من الشيخ وقتادة لا من الرواة حديثك والاسكم من رافع رفع جزي ووقف جزي ما هدب كيمد يلا بأفلين كتمد رواة إيه والشيخ قتادة مرة نشاد هيو فهمي سنة حديثك النبي وكسيم هايي مرنا اسكيو جابسن قال عبد الله بن عم نعاس وموقوف كدغي مركه شعبان هو شنو فائده روايديس لان سو دبغلي والروايه كلو خارج صحيح حكو يمد وان ويديني قتاده وحديث كان يا كو شيغي غازو عبد وحاي شيغ عبد الله بن عم نعاس عن رسول الله عفوا حرب ابو ايوب أبو أيوب عن عبد الله بن عمرو العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا أصقا مرة وقف انجر مرة رفع انجر مركا دي لو قاضي علم النقل إسلام لكن مرة هذا الشعب الله يسكن معنا في وحاوي رواية هشام من هور مريو مسلم مركا قرب إليه وحاين إنه يمد مرة هذو كبح الطبقة الأولى من أصحاب قتادة وحيو قدبي الطبقة الثانية الطبقة الثانية وحين رجحها يا مركا رواية هشام وهذا من دقة مسلم من دقة مسلم وأنا كوسو شيغي طبق وحين كو قد الحوريان وقف يقول عري ولا تغي ابن أبي عروبة ابن أبي عروبة لأنه شعبوه حلا قوري موقوفا ومرفوعا بلا قوري سابقا وحاول أسقى قتادة يا من رفع انجر من وقف انجري شعبتي سهي دميس إذن الوقف عن شعبة ومحفوظ والرفع ومحفوظ لماذا؟ لأن شيخ كان يرفع تارة ويوقف تارة شيخ وقتادة مركا أرضضوا لمقبان أرضضوا معاذ العنبري إيو أبو عامر العقدي يحيى بن بكير القيسي وحدة بمقبان حتى محمد يزيد الواسط وأصنع رفعي ومعاذ راعي أصنع وحدة بمكتين ومحايا لي لبا أرضي ومحمد يزيد الواسطي يمعاد معاذ العنبري عن شعبة رفعة
نمان كان نمحي كوكور ديه وحي كوكور ديه إن وشعب كلية يدي قتا دمر ورفع انجر من نوا وقف انجر. إذن همام من يحيى يرقك له الطبقة همام ولي ورق قيمة بدر طبقة كوبانك كوحي قوي شعبي هشام السواي سعيد هدي اللوايو نك صور رمصان هيوي كل قد وكحوك بدن ياي انت كالي حماد بن سلمة أوزاعي معمر أعمش سليمان طرخان التيمي جرير بن حازم هداي ينقلوا قدري حجاج بن حجاج الباهلي أبان بن يزيد العطار البسري كل قد وكحوك بدن ياي وهذا من دقة مسلم. الطبقة الثانية نينك كوبات بسور مري ويفهم هذا السر من هو ذائق مركوات فانتين وحنعاود وقسوع العلي وحلقوا تشيلوا. الطبقة الأولى نينك أم مضنائن الهرمري في هذا الحديث بهرمري. الطبقة الثانية نينك أم مضنائن بسور مري وهذا من براعاتي وتفنن في علم الحديث رحمة الله تعالى عليه. وحدثني أحمد إبراهيم الدورقي يعقوب بن إبراهيم ولا الكيوي أحمد إبراهيم بن كثير الدورقي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا همام بن يحيى العود البصري حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذن رواية مرفوعة بدون تردد وحجنسة رواية هشام إيوه يا كلام هي رواية الشعبية مرفوعة هاي رواية الشعبية مرفوعة هاي بحوج نيسا وحين تصيسا إن لو حوج بدن هاي رواية سعيد بن عروبة وهذا أصل قصعنا لكن فإذا الشعبية نوكيني أيا بدبادي نيسا سعيد وشيخ قتادة أيام من رفع جري حديثك مرة وقف جري إذا فالوقف والرفع كلاهما محفوظان عن قتادة إن الفانتين برم ليني. قال سبن وحوري وقت الظهر وفرس رواية حمام وحيكون فائدي سي معنى أن كوئ من الرواية الشعبية يتيه شام يكينيسا ظهر وقت يوسف وحاول يقول مركو أهرس يقول إذا زالت الشمس قرح المركز يزوشه يدور قلا وكان ذل الرجل كطوله وكان ذا مركو وحاب لابن يا رمباتك ظهر حوق قلا إذا زالت الشمس انت تاقنان إياه وكان ذل الرجل ننكه اسكسنا أون نقضه كطول دركي سوكالي ما لم يحضر العصر وهذا عصر قلن وقد ثاوي استاكتو هل متر يتضبط نضض أهيد خوص قدونا متر يتضبط نقول نقضو مركا لقا قويو ذل الاستواء خوص كي يراي قندها ذكو بابيجا لقا ريبو وحال لنا وحالة شوكا آخر وقت الظهر وقت الظهر ماشي قدن بيسوي قرمو باللوضة قرح ذو ويعطا وقيس كبيد حكاقبتا كل بنا كان أسي جدا قرحنا الضائي بنا قلبي ذو مكاقبتا وكان ذل الرجل نكو هسكيسو نقول نقضوه روحو هسكيسو كطول نركيسو كالي ما لم يحضر وقت الآل عصر عصر دو سنقلين وي إذن هوس كاذا هدوس وحير عدي قدر مضو محاق لي عصر باقلي ويظهر نواه تغي مركايا ووقت العصر عصر وقت يسمى قرمو بلو ذا دور مركو بحده انت تقنا ذا ما لم تصفر ديسا عصان أما قدودن الشمس قرحض وانا وقت الاختيار وران بين الزوم مرأي ووقت صلاة المغرب سادة مروتي وحو تقنا ذا وحو قال أمرك قرحض دعوه قرمو انت تقنا ذا ما لم يغب هذوسان دعين أم بابين الشفق عورت عص يا أما جدودا ووقت صلاة العشاء صلاة العشاء وقت جدودنا وحوت تاجنا إلى نصف الليل
هبينك النسكي كلا بركي الأوسطي نعطيك أما وصفك هبينك اللو عليا في عن هبينك الأوسطي تحدح إلا هبينك مربو ديرادا ومالك خد ديرادا مرنو كيرادا مرنو لأكادا مركا اللو قولي هبينك كلا بركي وحاوي هبينك نحدحاتك إيه مالك اللعب الأوسطي هبينك دحدحات كان نسكي هدي لا قال عشواتك دو كلا برمو واذا دن وحي علي انا الاوسط السفي كدغان الى النصف كلا برك دحدحات كا او ما كو دخيه مره ان مره لو علي هبينك لا سفيو اما نصفك لا سفيو او دخيا مره نصفك كسفيسو هبينك ام ها ديرادو ام ها يرادو ما هله كذا كبدادو وحا فيرسنون هبينك كلا بركي هذا الليل كو علي سنه وحاليد هبين دحدحاضون كي ديرا اما كي يران هين با لا قادليا مرك معنا كو خيدن فقي او هذا مهم اكو خرا مش هذا خليس ووقت صلاه الصبح صلاه الصبح وقت يود و خو بلودا او فيرسدا لو من طلوع الفجر وقتك لبا دال شديد ما لم تطلع الشمس الى قرحد ايس كسو ايس كسو بحيس وقت لبا لغا بلاوا الى انت قرحت كصبحين فاذا طلعت الشمس قرحت يسوبود فامسك عن الصلاه مسلم وصلاه تشوج وانا صلاه ان لهين سبب متقدم ولا مقارن فامسك كجوكس عن الصلاه لان وقتك راهو فانها قرحت تطلع عمرك وحي كسوبود وكدلتا بين قرني شيطان شيطان لبدي سجيس روايه كلا عدي حديث كولي خارج الصحيحين يا حديث كلا قرحنا مركي دعيسو يا مركي صوب حي سبا شيطان كاسكو آدية انتو أرضوك حق جهاد كامر قرح دعي يا قرح كصوب مدحو دقا هيا قالوا قرحنا وينية عابد أسجودة أيو حلية لا سعدان هذه عابد إساني إلا وعيال سوق بالكوي أسكا اسكو آدينية مركي أنا قرحنا قيسيسي كصوب عبال المدسوس كقلنا بهايو أما حق وقب بودهايو إذن ومش الأورنجري شريعة الإسلامية وأشد الشرائع في التوحيد أشد الشرائع في صيانة التوحيد وأنا أيسرها وأسهلها في المسالك الفروعية نبي عليه الصلاة والسلام روح مسلمة وإله درت أنت كنية وقبلت أسي كذا ويسقب وشيطان يوركي بأن شغل كل هين يديدني ها إنه تكذا حلق أيضا يديدني وحال الديدني مقال ككورة إن الأوجاء كاتو مشركين تي قالوا إذن التوحيد مرك الله مرة هي قرافي وحتى أشعري أكهل وحولي هذا المقاشو بعثت بالحنيفية السمحة السمحة السماح وفي الفروع أما في أصول الدين والعقائد فهي أشد الشرائع ورنتي لأن حنيفية ومحوى مائلة عن الشرك وشبهاته وذرائعه سمحة في العمل والتطبيق والممارسة كلا الدوين روح مسلم وإلهي درت أنت كنا يوم مخلص وصادق وهل كأوسي جسدي وورها إن بودي سخي بختي بودا وحي سمين يا أيوة حال إذا ما ممنوع جوج محي لي مو قالك حوايا اكتاي بوداجي مجوستي ورحلة محلقة عابدة هي حلقة أفر سني إذا صادرت حتى يا أقصدين أتقال الشبه هذي وحال الوجود ده هي حتى الصورة الظاهرة المجردة الوقوع عليه هذا ذو قصد إن ذو كاتنا كبد رأيه قال لي بكيني في أكثر المسائل طيب ومركا واحد كل شبه يسوي مركزي وشركي قال لي ما يا من مسلو كيف كيني سويا هل سوي ما شاء الله فإنها تطلع صدرت الحلم دقي العيد أنت سوى البي لي وعندها استورد جي ومسكح لي ذا في ريي من عقل بدون صاحب الذكاء نوعها
به يرقويسكو حق الرئادوغي اللو سهل بي آيات أوغي هويان عقل بدن صاحب ذكاء وعلم وفطنة رئابتكي بوكا كياني باشا أما الرئادوغي اللو سهل بي آيات وضعنا مركا الرئاوية الرئابت أبحنن أو أبحسنن أذيكو تالا هذا إلهي فلد كل دورنا وقودة هذه عودي بصير بعودي مسوعوها نبهانبها وإذا استخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء مرك أمرك كهل لها يين بصير ميوها أمرك حليم سعدي أو شيء فيرني نبهاني أمسا بصير بها دمالا بحسو استواه رأي قد مساولها وإذا استخر الإله أناسا لسعيد هذا ضد إله أسهل أبنين ليبان يا النعمة إلهي كم من قال لا يستي فإنهم لفت الكذون سعداء وحور ونمن أيام بدن يوجد حليم السعدي يقول كذب حي قاتل نبي الله محمد بي قاتل دوان وشنينا وكبر كوين أرقو دي ريوه دي عرطو دي ريركو دن طيب مركاوش أصبحاوه خير كذا الله النسي فإنها تطلع بين قرن الشيطاني مركوا إسكا إلهية وحنكر بين مركم دغل عيد وننك سوا مسكح بضانا إلهينا كم من يستعقلي علمي ذكاء مسألة ذا وحكو استفد عوري شرح الإمام كا حكم ماذا لو دي ذي مقرنا يبرو حكم ماذا لو يجري حلق يقرح ودع عيسو أما عيسو بحيسو سنوين كسرادها توتية مسلميني قال حلق إله أشد إلهي غيرك أسجودوك رح عابد الله يلي وحا إسكا قحر ما فهم بول ابن تيمية إلا نقا فاني إنا قد نقيس ومعنها لسان الحال كوي لسان الحال كما سيتوصل قمت شيخ ابن تيمية مركم مسألة لها مري وحو أشرحها سيئن وداد مسلم أشرح المسألة لها يلا كآخرية كتاب كسي اقتوص رضا المستقيم كآخرية شرح عمدهيسا ما يشو قصو مرو هو عدي حكمة شرعية كجرته حلق قال إلهي غيرك عابدي إن الله وافق في الصورة الظاهرة وأنا حكم الرباني وحولها تضروحا موقال كركا وافق ذو ويهوشا كبصور نغنقته وأجد أن بوحدك وافق إيسا باطنك صادرت ثم الوحيد أن درسك مركور كدين بمعنى ليا مرك حيانا كدين مركز صدحان كبط در وفانسي والطيور على أشكالها تقع درس كدين تبوكوية لا هذا مركز إنه قرح دبتة لا درس هذا يقر أظن حلق قرح أسجود يا نادي له أسجود وأقدم ما هوش بقول في ضامبا وأقدم بعادي بقول النقل وأقدم وحيتجي جود وحي قرستي نن كريستان أو مكان بقى وعادي عند بلا هاي وأجر الصومالي دو قمانيد أيدم نشي ما أقولين جبر مسلم دو قال أروستي إن يدهم ويجوستي بحدي جرين هبلة ركون فرد بهوش أكو في عن هبلة قال بأكرتا قال بأفوشا بحدي دين عربك كيل نهيان قرسك النكاح هو مصطلح شرع علم الدينات إن السيان بيديدين هبل أول قال به أفو شام أكرتا يدون كاتب حال مريسا نما المسلم بي قرستي محاك ياني واللد رستين شيخ الإسلام من تيمي وحيي ليقتاس هذا المستقيم بالاستقراء وحنكو أقاذي مسلمين تنينك أقول برحون البراء من الكفار نينك أقول ليته وأنك قال لا درس بره كل إحنا ولا هذا نينك قال لا درس كل إحنا ولا هذا وحاكت لما تضحوش اللي هذا البراءة من المشركين مسلمين تقالوا وح أقول نعبوا نينك نقول يجي مسلم أرق إعسك إله مر مسلم يتس أن كتاجه مايا
gaalada muslimiinta waxaa ugu naceb he ninkan weligii muslim arag uu haliilayaa ninka muslimiinta la kora gaalka muslimiinta la koree ku dhex noolaadana waa ninka ugu bara jilcisan min almuslimiin albara'atu min almuslimiin yaa ugu liita gaalka muslimiinta ku dhex koree ku milma muslimiinta balaayo looga dhigay niman qiimo badan oo akhlaaq badan oo salaad badan oo ammaano badan oo run badan oo nadaafad ah oo qiimo badan idan waxa ka daciifahaya shaydaannimadii أهيد البراءة من المسلمين حق ولا هي أقوب حاضر مسلمين هاي مثل قال وقفك يا أقوب ضعيف سن مثل لا درس كل حنور إذن كوكالي سوى ديدنتي أنا وشاس حق قال هذين أجننا وحين أقوب على أطبران waxaan inoogu colaad ba kuwa aan weligeena arag waxaan inoogu colaad jilcisan kuwa inoogu dhexdhaqma walidaalika shariicadu waxay ogolaatay gaaladu inay nagu dhex noolato haddaan dowlad islaam ah leenahay oon ka qaadno jizyo maxaa yeelay say nagu dhex nool yihiin waaga dambe ee baruhu oga dhammaanayo walay na siin doonaan haddii wala na siiyaanna way islaami doonaan xikmadaasaa ku jirta saa darteed nabigu wuxuu yihi laa tataraa naarahuma macnahaasuu nabigu tooganay calayhi salaatu wasalaam maxaa lakin idinku waa diideen waxaad ka faa'iidi dan baad helay yaad leedihi waxadatanii axmed bnu yuusuf alasdiyu riwaayatu hishaam can qataada soo maray riwaayatu shucba can qataada riwaayatu hamaam bnu yaxya can qataada soo maray hadda maxaa ku xiga xajaaj حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين السلمي قال حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان الهروي عن الحجاج وهو ابن حجاج الأسلم الباهلي عن قتادة وننثقه حجاء سونة ولبا وحافظ متقنة لكن مرك الله مر في قتادة رقه راكه الرية من حيث الجملة وننو عاس لكن هذه قتادة لجوه ومن الطبقة الثانية لا من الطبقة الأولى عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عم نعاس أنه قال سئل رسول الله رسول كله بأن لو يدي نبي أمك حديث كان شرحي إيه صلاة لها وقت إنه شرحي سؤال تمت بي أهيد سئل رسول الله رسول كله بأن لو يدي عن وقت الصلوات صلاة لها وقت يقلنا أمر رمضان بأن لو يدي فقال سبحانه وحيري وقت صلاة الفجر صلاة الفجر وقت وتقنان إياه ونشر إياه أداء ما لم يطلع إلى أنتو سنكسو بودين قرن الشمس قرح ذا جيس كذا الأول إيه الرئية وجيس كذا الأول جيس كذا علنا سقرح ذا ما جيس كذا حاجبك أوصل الرئية وقت صلاة الظهر النبي حول وحوي وتنانيا إذا زالت الشمس قرح ذا يكوي عطو عن بطن السماء بيرك عركة يعني برتمه برتمه ماشى ركض هذا كؤاد وقرح يا دبري قد حي افريكوي يورب قلبها هدي لا تاكو قرح هلكا مرتين انا ارغتو وان نادر قرح وي سو بخي سو له هلكا مريسه هلكا اسي مره بو اركاي اما الله اركي ما يبا جعور فاروق با له ودي نور وا ليلي صلاه با كانو وخبا اس غلو يهبن بان نقر دور قرح لبا اركي ما حن سمينا ميشان عباده لو ما تلغلي كغوره بور سيدوبا ماله ان التقبل ما عشان ماشي نبا ما المهم ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس قرح ذو مركي زوشو عن بطن السماء قرح ذو عفوا عرك بقي سي بيركس وبرتمها الوجه ده ما لم يحضر العصر إلى عصر وسكجل وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس أنت عادك عصان أما كجو ذنوي ويسقط وما لم تسقط تصفر هو عفوا تايدي ولم يسقط أوسن دعين قرنها الأول جيس كيد كوبات أوسن دعين أما هراء اللي جيسنا وكرينا يا قيمنا واللي بقسم ما كيس يقدر عايز اللي ويكله الرئيس على مرج ضف ما ترى هذا إذا وقت الاختيار وقت الفضيلة وقت الكراهة مع الجواز هي وقت الجواز بلا كراهة أنت من النبي واسقق عليه الصلاة والسلام
ووقت صلاة المغرب صلاة المغرب وقت يده وحاو إذا غابت الشمس مغا قرحه اللي بيرده وحيو تاقنانا يا ما لم يسقط انتو سنكرد عين الشفق عد عيدو أما عويرتو عص أما قدودا أما عد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط نهران بين قصو حق قصو مرين وفي رسالة حديثك عبد الله بن عم نعاس مكو طلوق استودق مسلم وأحد ثمي يؤوس جنسو ثمي لا في البخاري بعد كهلين حديثكم ومن مفاريدي ومن زوائد مسلم على البخاري وحديثكم طيب حديثك عبد الله بن عاص بان اوغعد حديث النبي كشر حي صلاتها وقتك حديثك صورة وحديثك جبريل النبي جبريل اشر حي النبي صلاتها وشر حي اما شرح هذا النبي حديث كان اوغعد مركز ولي بحود طرق صد بدغي سي الله يا بقروح يدي وانا جيد مخو غبغبي مركز مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ابو بكر النيسابوري قال اخبرنا عبد الله بن يحيى ان ابي كثير الطائي قال وحيري عبد الله سمعت ابي يقول اباه ولبا مقلي لا يستطاع العلم علم اللقمة اود اللقمة قاروي براحة الجسم جرى حيستي اون دب مرن اون رفاض مرن علم اللقمة قارو علم وحوبا ياوي مسكح إيه شر دالي با علم الوهلا دادال إن لبحيو إلهي إلا تلاسارتو وقت اللقورو نفل اللقورو مال اللقورو وقت اللقورو لقورا بعد توفيق الله وتسديده إذن واسداس الدنيا يا أخربا وحبا أنتاي دادال معول وذاتك ترم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب العالي إذن حول تروم العزة وحدها ذني سو طلب يسو الدوني شرف يدرجين أتقاش ثم تنام بالله بين كنا واضحين واضخون سيد الضميرك يغوص البحر بضو بقلاء وقوصاء ونبضاء التيم بضاء من طلب اللآلي منك جواهرية معدن هذين يعنبر معصم إياه أرورتي انتو هبين نما انتو قورو أي الله يبقى الدون تتحدث أنه كنت كذا فجر كأي ما أنتو لنبو نعضان هيا عصر كيف الصوبح مركز رماد كأيو بعاد كبض حيبة لقدوغا هيا سبيه جيركي سقع الله غميرو أو شا يحيو ويدي سقع يقاني أرو ما قان من ما تربت كجرو مركو صوبح دان الحبال هاي ورو ما هي انت انا فانت برمالي فمن رام العلو بغير كد معيلي أضاع العمر في طلب المحال فمن رام العلو سرين يدرجنك الدونة بغير كد الآن يا رفا الآن يا دبل الآن سبحان الله يتقن عدد الليل هي ويل لكم مرة لو على إصناف صدا يا لاب كلهم شيئين باشو دلال بيبان تا قبل دسار كتريزه أنت شكت والله قرري فمن رام العلو بغير كد أضاع العمر في طلب المحال عمر في سوء كل ما يكون يكون خساري وحن صورة قال أهين رادنتي رقم فرد معي هذا ولا بريدان فرد يفيد عبه ليس لوا فيد يعب فيد فوت بانو أقنا فيد لكن وورك ريدان وفانتين بيلطاي يعب تباش ويكف مرق معانته حتى هلب كعادي نيك عبي با عبي يدنك بطقاناني أضو إسكفر دين فوضي عبل وسي عبل وسي وادق تاي حقيقة كريسة وأنا أضرب بعضه كله هذا صوغرته كريسه الله بان ياي إذا مسلم تيبو كوت المام حديد كان بكله ياي عبد الله بن عم نعاس يطرق دي سو حقيقة بعي وقت يمرق يمسكح يدلال يرفاق لا ينال العلم ولا يستطاع إلا براحة الجسم والله سبحانه وتعالى أعلم.